كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار سعيدة للحل نغلب همنا قصص معبرة ومشاعر إنسانية مؤثرة مع فضيلة الشيخ خالد البكر. السلام عليكم، مرحبا بكم وأهلا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة فإذا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما قد خرج أيضا، فمضى الثلاثة إلى المسجد. لما دخلوا فإذا بقائم يصلي يحبر القرآن بصوت الندي، فأرهف النبي عليه الصلاة والسلام له السمع وشنف الآذان وهو يستمع لقراءته الجميلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا أبا بكر وعمر: من أحب أن يقرأ القرآن غضا نديا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، على قراءة هذا القائم، ويقصد بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام وجد في تلك القراءة الجميلة ذلك الصدى في داخله، وهو يرى قرآنا جميلا يخرج من شفتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود ما كان قد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يستمع له، وما علم أنه قال في حقه مثل هذا الكلام الرائع. فلما فرغ ابن مسعود من صلاته رفع يديه يدعو الله جل وعز، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دون علم ابن مسعود، قال: سل تعطى سل تعطى سل تعطى، يعني اللهم استجب لدعائي عبد الله ابن مسعود. ما كان لابن مسعود أن يحظى بمثل هذه المنقبة العظيمة إلا لكونه قد اعتنى بكتاب الرب جل وعز. ولذا رأينا موقفا آخر حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود مرة بعيدا عن هذه الحادثة: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال ابن مسعود متعجبا: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. فشرع عبد الله بن مسعود بصوته الندي يقرأ بسورة النساء، وقد بدأ بها وشرع حتى وصل إلى قوله جل وعز: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك الآن. فرفع ابن مسعود رأسه فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يبكي، عيناه قد امتلأت بالدموع تأثرا بهذه الآيات التي قرأت عليه. وهكذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يسمع القرآن من الآخرين يتأمل وينظر ويسمع ويتدبر. ولذا رأينا كيف تحرك في قلب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الشعور العظيم وهو يسمع هذه الآية، فانعكس على دموع قد نزلت على خديه: ما غضبت إنسانا كما غضبت أبي بن كعب رضي الله عنه. أتعلمون لماذا أغبط هذا الصحابي الجليل، أغبط أبا المنذر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام له مرة: يا أبي أمرت أن أقرأ عليك القرآن. وقف أبي متعجبا وأخذ يفكر سريعا: يا ترى من الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر؟ فعلم أن الله عز وجل هو الذي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبي: يا رسول الله وسماني لك وسماني لك؟ قال أبي: قال عليه الصلاة والسلام: وسماك لي. فأجهش أبي بن كعب يبكي وهو يرى أن اسمه يتردد فوق سبع سماوات، اسم أبي يتردد فوق سبع سماوات وهو الذي نطق به الرب جل وعز. ما الذي جعل أبي بن كعب يصل لهذه المرحلة؟ لأنه كان يعنى بكتاب الله، كان يعنى بالقرآن، كان يتفاعل مع كتاب الرب جل وعز. أي فضل ناله صحابي كما نال أبي بن كعب هذا الفضل لكونه قد تفاعل مع كتاب الله جل وعز. سأل نفسك أخي الحبيب: أي علاقة تجدها مع كتاب ربك سبحانه وتعالى؟ وحينما تقرأ هل تعيش حالة تأمل وتدبر وتفاعل، أم أن القضية هي عبارة عن آيات تخرج من شفتيك تهدها هدا دون أن ينعكس عليك واقعا؟ لابد أيها الأحبة حينما نقرأ كتاب الرب جل وعز أن ينعكس على أخلاقنا، على قيمنا، على مبادئنا، على تصوراتنا، على أفكارنا. ولذا لما تحدث عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كنت تسمع وصفا ولا أجمل:
كان الواحد منهم قرآنا يمشي على الأرض، قرآنا يمشي على الأرض، ولذا دانت لهم الأرض. ورأينا الفتوحات الإسلام قد انتشرت انتشارا كبيرا، لقد انتشرت بالتعامل والأخلاق والقيم قبل أن تنتشر بالسيف. فما أجمل أن نجعل القرآن في قلوبنا وفي جميع أحوالنا. وتأمل معي مقولة عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تقدم وصفا لأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة المائدة، سورة الأنعام. كيف نفهم هذا الكلام؟ هكذا أيها الأحبة نتعامل مع كتاب الرب جل وعز، لا نتعامل معه على أنه ذلك القرآن الذي تفتتح به القنوات وبه تنتهي، ليس ذلك القرآن الذي نأتي به بالحفلات ثم ترى مثلا ما يقدم في تلك الحفلات أو ما يقدم في تلك القنوات تفتتح بالقرآن وتنتهي بالقرآن وما بينهما يرفض كتاب الرب جل وعز. كلا، القرآن إنما نزل ليكون واقعا يمضي الناس على منواله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هكذا يجب أن تتعامل معه، على أنه كتاب هداية يمضي بك لتكون ذلك الإنسان المؤثر في حياتك، وتجد أن القرآن هو الذي يدفعك لمزيد من التأثير. كل من تاه وحار.